عليكم ورحمه الله وبركاته. تحياتي لكم يا جماعه، تحياتي لكل الناس المشتركه معانا ومنورانا على قنواتنا على اليوتيوب. طبعا النهارده يا جماعه حلقه جديده، تحدي. احنا هنعمل تحدي قبل ما ناكل الكلاب، واحنا مجهزين الاكل ومجهزين كل حاجه، تمام. هنبدا دلوقتي التحدي. يلا ابراهيم، جاهزين للتحدي يا رجاله؟ كابتن جاهزين في كل وقت وفي كل مكان. جاهزين للتحدي؟ جاهزين يا كابتن. الموضوع عباره عن اسئله، تمام. فين ام زياد؟ يا ام زياد تعالى. محمود، طبعا يا جماعه معلش عشان احنا كنا دلوقتي كلنا متفرقين، كل واحد بيعمل حاجه، تمام. تعالى يا محمود، انت بترجع تاني ليه؟ جاهز للتحدي؟ جاهز يا كابتن. تمام، امي جاهز يا كابتن. استاذ محمد فين؟ استاذ محمد، بحضور حضرتك النهارده معانا في المزرعه، لازم تكون واقف معانا بس حاضر يعني كمشاهد، تمام. دي حلقه التحدي النهارده. ايه كابتن؟ ايه؟ طب ما تيجي جنبنا يا باشا. طب انت متابعنا؟ طيب جاهزين للتحدي؟ ايه هو؟ هاكل القوانين. مش شرط، مش شرط. مش شرط بقه؟ جاهزين للتحدي؟ ازاي ده؟ طيب هو؟ طيب نبدا؟ هو ايه؟ طيب ده انا عارف حاجه. ايه يا ام زياد؟ تحدي؟ تحدي مش عايزه تخش ما تخشيش. ايه هو يا كابتن؟ هو انا لازم نقول لك ايه هو؟ هنقول اهو بالراحه. انت هنعرف التحدي. تحدي جاهزين؟ جاهزين. جاهزين؟ كلكم مستعدين للتحدي؟ مستعدين جاهزين. الموضوع سهل وبسيط. تمام؟ اسلام. هنسأل اسلام يا جماعه سؤالين ومطلوب منه ان هو يجاوب، تمام؟ مطلوب منه ان هو يجاوب، لو جاوب على السؤالين هيبقى هو الكسبان، تمام؟ هنشوف مين اللي مش هيعرف يجاوب وهنشوف مين اللي فاهم صح، تمام؟ مين اللي غنى اغنيه بهوايا؟ حسن شاكوش وعمر كامل. عمر كامل؟ ماشي. حسن شاكوش وعمر كامل، صح؟ عمرو كمال. ايوه تمام. بتلخبط بين عمر وعمر. لما بتموت مين الملكين اللي بيسالوك؟ اسمهم ايه؟ انا والله كاني عارف ملك الموت يا كابتن، اللي هو ملك الموت ده اللي بياخد روحه. اللي بيسالوك مين؟ اللي بيسالوا الملائكه يا كابتن. اسمهم ايه؟ لما في اتنين اسمهم ايه؟ هو في بيبقى في واحد على جنب اليمين وواحد على جنب الشمال. اسمهم ايه؟ ما اعرفش اساميهم والله يا كابتن. تعالى هنا، ادي واحد كده يا جماعه. تعالى هنا. طب ماشي. طب تعالى هنا. مين اللي غنى اغنية دايما دموع؟ ايه ده؟ يلا معاك مدة ثواني واحد. لا مش اللي هو بيقول دايما دموع دموع. ده انت ايه ده؟ يا علي مش مغنيين يا علي، دي مش سامعين يا ماما. مش عايق؟ استنى يا كابتن، استنى بس. عمرو دياب ولا دي غلط اول ثانية واحدة. طب مين اللي غنى اغنية طب انا ماليش في الاغاني برضه ليه؟ طب ايه؟ انت بتسالني في الاغاني ليه؟ طيب مهرجانات. طيب طب مين اللي بيغني مهرجانات وصوته تخين كده؟ حمو بيكا. الله ينور عليك. طيب مين اللي قال لا تحزن ان الله معنا؟ لا دي صعبه، دي صعبه. مش مركز. صعبه؟ صعبه؟ مش عارف انا والله. يعني تعالى جنب، تعالى جنب اخوك. ها؟ حوده. احلى مسا عليك. احلى مسا عليك. مين اللي قال وداع؟ اغنيه وداع. وداع يا دنيا وداع. على بقى وما كملش. حسن شاكوش. احلى مسا عليك. ايوه يا كابتن. فروض الصلاه قد ايه؟ خمسه. الله ينور عليك. طيب ايه هي اركان الاسلام؟ انا اقولهم لك، انا عارف. الصلاه، الزكاه، صوم رمضان، حج البيت لمن استطاع اليه سبيلا، طاعه الوالدين. لا ثواني ثواني ثواني. الصلاه والزكاه وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا. والله ما عارف بس مش فاكر. الصوم والصلاه والزكاه وحج البيت. تعالى جنبه. ده انا واقف على بنت. لا البنت ده تاخده على جنب. غير لي السؤال. يعني انت عرفت حسن شاكوش وما عرفتش اركان اركان الاسلام. ازيك يا ابراهيم؟ الحمد لله على السلامه يا باشا. عامل ايه؟ طبعا انت تعتبر انت الراجل الوحيد اللي متجوز في الناس ديت، وعندك اولاد. وعندك اولاد، تمام؟ وطبعا اكيد انت عارف في الدين شويه. تمام؟ والله الدين ده اعلم والله يا كابتن. الله اعلم. اخر مره دخلت فيها المسجد وصليت يا جماعه كان امتى؟ لا معلش، كان امتى؟ من زمان جه والله يا كابتن. من زمان امتى يعني؟ قد ايه كده؟ مفيش كسوف قدام الكاميرا، قد ايه؟ مفيش كسوف قدام الكاميرا؟ لا تتنشر عني انت، تنفضع عندي كل هتقول مفيش كسوف؟ قد ايه يا ابراهيم؟ اخر مره دخلت فيها الجامع وصليت جماعه
كان امتى؟ والله من زمان قوي كابتن. من زمان طيب كده من زمان وخلاص. من زمان. طيب مين اللي قال لا تحزن ان الله معنا؟ ما اعرفش والله. مين؟ ما اعرفش. طب اتفضل يا ريم. ام زياد طبعا انت بتشتغلي صح؟ تشتغل تاخدي مرتب في صحه صح. معنى كده ان في صحه، ما انت لو مريضه مش هتشتغلي. لا الحمد لله. اخر مره طلعت زكاه كان امتى؟ انا مطلع على طول. اخر مره كان امتى؟ من امتى؟ انا ما بنسالكيش بتطلع ولا لا، انا بنقول لك اخر مره كان امتى؟ يعني الاسبوع اللي فات. الاسبوع اللي فات طلعت زكاه؟ اه. هروح ابويا. مش شرط بقى. خلاص. لا دي مش ما اسمهاش زكاه على روح ابوك، دي اسمها صدقه. صدقة. تمام؟ أيوة. احنا بنتكلم في الزكاه على صحتك او على مالك. تمام؟ طيب مين اللي قال لا تحزن ان الله معنا؟ اظن دي مقوله شهيره. انا مش عارفها عشان ما اعرفش نقرا ونكتب. ما تعرفيش تقري وتكتبي؟ لا. انت مسلمه ولا مسلم؟ مسلمه. أه. متاكده؟ اه. البطاقه مكتوبه مسلمه، مكتوبه بيها. طب ما انتش عارفه مين اللي قال لا تحزن ان الله معنا؟ لحظه واحده بس يا محمد، ما تقولش لحد. لا مش عارفه. طيب طبعا يا جماعه انا عارف وواثق ان زياد هو اللي هيكسب الحلقه ديت. تمام، ده تحدي. طبعا انت مش عارف ولا حاجه من اللي انا قلته. لا عارف والله، ده انا مسلم الحمد لله. طيب مين اللي غنى اغنيه رب الكون ميزنا بميزه؟ حمو بيكو. احلى مسا عليك. طيب مين اللي قال لا تحزن ان الله معنا؟ الرسول عليه الصلاه والسلام. الله ينور عليك. قلت له استاذ محمد بما يرضي الله. قلت له انا قلت لهم كلهم. قلت لكله؟ ايوه. ما كنتوش عارفين ان الرسول هو اللي قال لا تحزن ان الله معنا؟ طيب مين الملكين اللي بيحاسبوك على اليمين والشمال؟ دخين وابيل، حاجه زي كده. ايه؟ قربت، انا عارفهم بس مش فاكر اسمهم بالتشكيل يعني. تمام. ملك على اليمين وملك على الشمال. ثانيه واحده بس، والنبي محمد ما تقول لحد. مين؟ يبقى يوسف عارف. اه عارفهم الحمد لله. مين؟ اه اوعى تهزر، اللي هناكلك بالقلم هتلاقي نفسك في بتاعت الاكل بتاعت الكلاب. مين؟ ملك جبريل. جبريل؟ اركن بس وما تعمليش فيها تفتح. والله في كرم اصلا يا كابتن. ايه؟ يعني انت عرفت رب الكون ميزنا بميزه؟ وعشان خاطر رجل عزيزه. انا عارف. لا رجل عزيزه مين يا كابتن؟ هو مش بيقول كده؟ رب الكون ميزنا. نفس عزيزه. الرجل. طب غني لي الاغنيه دي يا زياد. لا ما بنعرفش نغني. غنيها حاول. والله لا لا حاول، قول لي الجمل بتاعتها يا عم. رب يلا معايا. اللي هو بتاع رب الكون ميزنا بميزه والرجوله والنفس عزيزه. بس هو الجمله دي كده على بعضها. بس كده هو بس كده دي الاغنيه كلها؟ لا المهرجان طويل ده ساعه. طب ماشي. طب قول. طب اغنيه بهواي. غنينا منك ليه؟ يعني غنينا. لا لا مش نغني. هو التحدي كده زياد كده، مش هتخش تحديات تاني يعني. يا كابتن تعالى. هو التحدي كده. ما فيش حد تاني غنى يعني غيري. صوتي تخين والله. طب يلا 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 واحده واحده كده. يلا يلا شجعوه يا جماعه. يلا يلا ما بنعرفش نغني. انا هنتكلم ما بنعرفش نغني. طب ماشي ماشي اتكلم. بهوايا انت قاعده معايا، عينيك ليا مرايه، يا جمال مرايه العين. مين الملكين اللي بيسالوك على اليمين والشمال؟ مين يا زياد؟ والله مصحف الشريف فاكر اسمه بس بيتوه من دماغي. هما بيتوهوا؟ اه والله. ولا الدين اللي بيتوه؟ والله تاهوا من دماغي. انا على فكره بنقرا كتب ياما والله. انا عايز اسمع الكلمه اللي انت قلتها دي. بس كلنا اسلام قال كلمه يا جماعه جميله جدا جميله جدا. كله نهايه الموضوع انت قلت ايه؟ اللي احنا بعاد عن ربنا. طب وليه نبعد عن ربنا؟ يعني ربنا من يعني ربنا من حقه اللي بيعمله معانا في كورونا وان احنا نتحبسوا. ما هو بسبب كورونا دي وان احنا نتحبسوا في بيوتنا من العصر وان احنا حالنا يقف والرزق يتقطع، يبقى معنى كده ان ربنا بيرد علينا. أكيد. يعني ربنا بيفكرنا بيه. صح. طب احنا ما نصليش ليه؟ كنت جاوبت على دينك. ما بنصليش ليه؟ ما بنصليش ليه؟ ما نهتمش بديننا ليه؟ ما نخشش المساجد ليه؟ انت صليتي يا ام زياد اليوم الوحيد اللي انت صليتي فيه يوم تسريح الكلاب.
عشان ما تسرحيش. لا لا وقلت لك يا ام زياد، قلت لك يا ام زياد طالما انت عداك الظهر وفاتك لان ربنا برضو قال العمل عباده، عداك الظهر وفاتك خلاص في الطريق وانت جايه لشغلك، استني قبل العصر وصلي لان انت بتقعدي فتره غدا. تمام، نقعد نتغدى ونشرب الشاي ونصلي الظهر وبعد كده العصر. حلو الكلام، لان طالما العصر ما ادانش، انما انت كنت بتيجي ساعه ضغط الشغل والناس دي كلها شغاله وتقولي انا رايحه نصلي، بتخش تتوضي بتقعدي لك زي نص ساعه. حصل الكلام ده يا جماعه؟ نص ساعه ليه؟ تمام، حصل يا جماعه الكلام ده؟ انتوا خايفين تتكلموا. نص ساعه تمام يعني. وكنت بتخش تصلي يعني، انت خلي بالك ممكن الصلاه طالما الظهر فاتني يبقى نستنى، ممكن نصليه قبل العصر في وقت ان انت بتقعدي فيه تتغدي صح، بنديك حقك ان انت تقعدي تتغدي صح. المفروض تصلي في وقت الغد يعني، اتغديتي صلي. تمام، انا مش هنمنعك ان انت تصلي، اي حد فيكم يا جماعه عايز يصلي انا مش مانعه، انا مش مانعه، انا بنقف لحد عشان يصلي، ما تشيلين الذنب. لا لا بنسيب نصلي زي ما ايوه. لا انت كده قطعت الصلاه. لا ما قطعتش الصلاه، بنصلي. لو ما قطعتيش الصلاه كنت صليت العصر هنا. لا لان انت بتقعدي تتغدى. انا مصليها، لو صليت في البيت. تمام، طب نهتموا بالصلاه. انا مع نفسي بنصلي، نهتموا بالصلاه. ايه رايكم كلنا لو نصلي؟ على فكره المكتب عندي يعني، ممكن المكتب ده نطهروه ونظبطوه تمام، ونحطه مصليه ونصلي كلنا سوا. هنصلي العصر، هناخدوا الظهر والعصر مع بعض، وكلكم صلوا الصبح في البيت. ايه رايكم؟ تمام والله. ايه رايكم؟ بجد والله. يعني هناخدوا العصر ساعه الفطار بتاعنا، احنا بنفطروا الساعه 2 او 3 تمام، هناخدوا مثلا نفطروا ونيجي مصلين الظهر، ممكن العصر نصليه مع المغرب بعد ما الناس تروق. تمام تمام. ايه رايكم؟ والله والله مش نتصالح مع ربنا؟ اكيد والله. خد يا زياد تعالى، انت مش معانا في التصالح ده ولا ايه؟ لا ما تعرفش منكر ونكير. هو والله كانوا على لساني، اقسم بالله كانوا على لسانك، اقسم بالله دول اللي هيبقوا على كتافك يوم القيامه يا زياد. والله العظيم كانوا على لساني. اللي على لسانك اللي انت مش عارف اساميهم دول اللي هيبقوا على كتافك، غصب عنك هتعرف اساميهم بعد كده. لا تحزن ان الله معنا، الرسول صلى الله عليه وسلم. مع السلامه يا جماعه. ماشي يا ابراهيم، ده انت ابو عياء. بعدنا عن ربنا، بعدنا عن ربنا، وانا الاخر بعدت عن ربنا، كلنا بعدنا عن ربنا. مش عيب لما نعترف لربنا، يمكن اعترفنا ده. وكان في مثل كان الحاج يا ابويا بيقولوا لي زمان، يا ابني توبت عاصي ولا توبت ولي؟ يعني العاصي ده لما يجي يتوب لربنا ويرجع له، ربنا بيبقى فاتح له ابواب التوبه وفاتح له احضانه، بيقول له تعالى. قال عن حاجه توبه الولي، لان اللي بيبقى عايش الدور على الناس بالدين وبالاسلام ويجي يعمل نفسه ان هو لا، ما هو ربنا شايف وشاهد عليه. تمام، فمش عيب لما احنا نبقى غلط ونقوله يا رب احنا توبنا ليك ورجعنا لك. نصلوا نصلوا بجد، انا بنصلي والله، ونصلوا مع بعض الحمد لله. مش هناخده خمس دقايق. وعلى فكره الصلاه هيفيدنا في حاجه، ان احنا دايما هنكون جسمنا نضيف، ما يعني ما على اقل حتى ما يجيلناش ميكروب. احنا مش هنصلي عشان الميكروب، احنا بنصلي عشان دي رساله ربنا بعتها لنا. ايه رايكم نصلوا؟ صلوا، محدش هيقدر يمنعنا من الصلاه. مفيش حد يقدر يمنعنا الصلاه، الوحيده اللي مفيش بني ادم يقدر يمنعك عنها. صح، نصلي. وداخل رمضان نفطروا هنا ونروجوا نصوم بقى. ايه هنفطروا هنا على الفطار؟ على الفطار بتاعنا. ايوه نفطروا. لا ما عدنا الساعه 2 برضه. عايز تفطر الساعه 2؟ عايز تفطر الساعه 2؟ لا لسه بنقول. طبعا تحياتي لكم يا جماعه، كان تحدي جميل، ما حدش عارف يجاوب. انا عرفت، ما حدش عارف يجاوب. لا 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 ما كانش فيه فاضل لي حاجه، فاضل لي حاجه تبقى حافظ الشهادتين لما رحت للاستاذ محمد قالهم لك. تحياتي لكم يا جماعه، ما حدش عارف يجاوب في التحدي ده، كله خسران. وللاسف ان خسران في ايه؟ في اسئله عن الدين، في الاسئله عن الاسلام. تحياتي لكم جميعا، الناس دي لازم تهتم بدينها وكلنا كمسلمين. اقسم بالله العظيم حتى اغلب اللي بيشاهدوا الفيديو ده مقصرين في دينهم، كل واحد يتجه لربنا يا جماعه. دي رساله من ربنا بيعرفنا كلنا وبيفوقنا، بيقول فوقوا يا مسلمين، فوق المساجد زعلت مننا، اتقفلت في وشنا ابوابه. صدقوني يا جماعه، تعالوا نفتح، تعالوا نبص كلنا للدين ونصلي، والله العظيم ما هنخسر حاجه. تحياتي لكم جميعا، واحلى مسا عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.